هو في ايه؟ طب اي حاجة هو في صوت طيب او حد سمعني؟ الصوت موجود. طيب تمام، انا بس قلقتوني على نفسي يا جماعه، افتكرت ان في صوت. كده الصوت راح. شباب حق، انتوا سامعيني؟ كده تمام سامعيني. We will start in 2 minutes in case يعني في حد عايز يجوين اس. انتوا شايفيني كويس صح؟ شايفيني وسامعيني وكل حاجه تمام؟ هو ما فيش حد بيكونفيرم غير مالك ليه يا شباب؟ تمام انا سامعاكي. انا مي تمام. انا كمان سامع. اول ما هقول ان احنا هنبدا يا شباب كله هيميوت ويقفل الكاميرا عشان الكاميرا لما بتكون شغاله الصوره اللي بتظهر قدام الشخص هي صوره الشخص فاتح الكاميرا مش صورتي انا، فكله هيكون ميوت وكله هيكون قافل الفيديو عشان انا بس اللي اكون قدامكم تكونوا شايفيني وانا بتكلم وشايفين الباوربوينت اللي هطلعه. تمام روان، هو في باسورد للميتنج ده؟ في باسورد. في باسورد؟ طب خلي حد يبعته على الجروب بقى، احنا داخلين عادي يعني. طيب معرفش، ابعتي الباسورد على الجروب. اللينك بيدخل من غير باسورد على طول. هو مين اللي بيحاول يدخل مش عارف يدخل يا شباب؟ يا احنا مريم اسماعيل على الجروب عاوزه تدخل بس بيقول في باسورد. طب استني اروح اطلع دلوقتي على الجروب. انا عايزه انور شويه من لحد ما الناس تيجي. عاملين ايه يا شباب في الاجازه؟ الاجازه الجميله دي. افتح الميوت، افتح الميوت، انت هتميتوا كتير طول ما انا بتكلم. ممل يا روان. ممل جدا. ايه كمان؟ مفيش اي سورس اوف برودكتيفيتي، يعني مفيش اي حاجه عملتوها زي اروى مثلا صار على دماغي بالبيانو بتاعها مثلا طول النهار. يا رب الاجازه تخلص عشان نخلص من البيانو ده. بتفرج على تركي. تركي اوعى اوعى، انت بتحب الجديد ولا ايه مرزوق؟ لا عجبني يعني، شدني. عجبك؟ هو غالبا كله بيتفرج على مسلسلات وافلام.
هو لغاية ما النت بيقطع بس انا بي. طيب يا شباب، في حد من اصحابكم بيقول لكم ان هو بيحاول يدخل دلوقتي ولا ممكن نبدا لحد ما الباقي يجي؟ طيب يا شباب، اظن ممكن نبدا دلوقتي، يعني 5 minutes is done. ترى تطلع من الاوضه مش عامله ازعاج. تمام. احنا النهارده المفروض هنتكلم عن حاجه اسمها الاوبستريك فايولنس. انا مش عارفه كتير منكم عنده وعي او عارف اصلا او مر قدامه توبيك او ارتكل او اي حاجه بتتكلم عن الموضوع ده قبل كده ولا لا. اكشلي الموضوع مش بس حاجه اسمها اوبستريك فايولنس، حاجه اسمها اوبستريك فايولنس اند هيومانايزد بيرث. دي حاجه اتس ا ميكس بوينت اوف لايك جي بي في اند ماترنال هيلث. بمعنى throughout the PowerPoint وانا بشرح الويبينار ده ان شاء الله هتشوفوا ان دي حاجة فيها a mix of human rights و a mix of maternal rights. ف we are going to discuss everything together. تمام؟ دلوقتي كله خلاص عمل ميوت، قفلتوا الفيديو زي الفل. هبدأ أشير معاكم الPowerPoint. ثانية واحدة. حد شايف الباور بوينت يا شباب؟ واضح. ايه؟ واضح او باين. واضح؟ طيب. كده مفتوح قدامكم السلايد ولا ايه؟ ايوه مفتوح. مفتوح اه. اللي obstetric violence and humanized birth، صح كده؟ كل واحدة. طيب تمام زي الفل. طيب الأجندة اللي احنا هنتكلم عنه ايه النهاردة في الويبينار ده، هنتكلم عن يعني ايه أصلا obstetric violence وايه المظاهر اللي أنا لو حصلت ممكن أعتبرها violence فترة الحمل أو الولادة، ايه هي حقوق الست فترة الحمل والولادة، معدلات وفيات الأمهات فترة الحمل والولادة. هنتكلم شوية عن case study and stories، قصص من دول مختلفة moving from Americas to Africa حتى even Asia Pacific والEMR. قصص بتحكي صور مختلفة obstetric violence among the world. How can I raise awareness؟ وإزاي ممكن أن أنا أكلم الناس ووعيهم as a campaigns إحنا بنشتغل عليها في ممسى أو برا ممسى عن حاجة زي obstetric violence ويعني إيه humanized birth وإيه هي أهميته. طيب moving on، أول حاجة أول مرة the obstetric violence was recognized by العالم وباي منظمة الصحة العالمية، ده كان في عام 2015 وكانت statement يعني زي مقولة كده أو طلعوا WHO في مقال صحفي كتبوا وقالوا إن many women experience disrespectful and abusive treatment during childbirth in facilities worldwide. Such treatment not only violates the rights of women to respectful care but can also threaten the rights to life, health, bodily integrity. ايه؟ في حد مش سامعني؟ لا واضح يا رام كمل. زي الفل. But can also threaten the rights to life, health, bodily integrity and freedom from discrimination. This statement اللي عملوها الـ WHO عام 2015 calls for greater action, dialogue and research and advocacy on this important public health and human rights issue. ودي كانت أول مرة WHO أو منظمة الصحة العالمية، فيما بعدها جه الـ UN أو United Nations والـ UNFPA وحتى الدول كلها بدأت إن هي تعمل researches وتعمل surveys وتبدأ إن هي تشوف إيه مدى حاجة زي obstetric violence في المجتمع، هل هي موجودة في البلاد دي ولا لأ؟ ولو موجودة نسبتها قد إيه وأسبابها إيه؟ طيب يعني إيه أصلاً obstetric violence؟ obstetric violence باختصار هو زي ما لو جينا ترجمناها على جوجل كده هتطلع هي العنف فترة الحمل الولادة
ما بعد الولادة. يعني أي ست بتتعرض لعنف وهي حامل يعتبر obstetric violence. أي ست بتتعرض لعنف أثناء عملية الولادة أيا كانت هي بتولد فين مع مين إزاي ده يعتبر عنف أو يعتبر obstetric violence. أي عنف الست ممكن تتعرض له في الفترة ما بعد الولادة بيسموها postpartum period اللي هي حوالي 40 يوم ما بعد فترة الولادة اللي هي فترة النفاس يعتبر برضو obstetric violence. Obstetric violence is a specific type of violation of women's rights which include أي نوع من أنواع العنف اللي ممكن يحصل في أي فترة من الثلاث فترات اللي اتكلمت عنهم دول. طيب عرفنا إيه obstetric violence كتعريف اللي هو العنف. طب ما هو العنف ده ليه مظاهر كتير قوي. احنا عندنا focus area كاملة اسمها gender based violence يعني بتتكلم عن العنف القائم على النوع. يعني في صور كتير قوي للعنف ايه منهم لا اقدر اعتبره او اقول عليه ان هو obstetric violence. مبدئيا obstetric violence ممكن يكون في صورتين. ممكن يكون verbal humiliation يعني ممكن يكون حاجه لفظيه تم التعدي على الست دي لفظيا او تم التعدي عليها جسديا. ومظاهر التعدي اللفظيه اللي ممكن الست تتعرض لها في اي فتره زي ما احنا قلنا ان هي ما تاخدش العلاج المناسب ليها ان هي تكون حاسه بالم والدكتور ما يوفر لهاش البين ريليف اللي هي محتاجاه او الانستيزيا اللي هي محتاجاها اي نوع من انواع الادويه البين ريليف او حتى المخدرات اللي هي محتاجاها اثناء العمليه. من صور برضو الفيزيكال فايولنس او التعدي الجسدي على الست في خلال الفترات دي ان يتم الدكتور يمارس حاجه بيسموها الانفيسيف براكتسز يعني ان هو يكشف عليها فاجينالي بدون داعي اكتر من مره ان هو يعني لا سيزيريان سكشن بدون داعي وهي مثلا كانت ممكن تولد طبيعي يلحق فيه سيزيريان سكشن ليه كومبليكيشنز او ليه مضاعفات اكتر بكتير من الولاده الطبيعيه. فده معناه ان سواء الست اتعرضت او الست الدكتور اللي كان بيولد الست دي او كان بيعالجها فتره الحمل او كان بيولدها وهي فتره الولاده او ما بعد الولاده وكانت بتتلقى اي نوع من انواع العلاج لو مثلا حياتها كانت فيها مضاعفات لو كان في نقص في العلاج اللي هي بتاخده ده يعتبر فايولنس يعتبر عنف. ولو كان في زياده في السيرفيسز او الرعايه الصحيه اللي هي بتاخدها بدون داعي ده برضه يعتبر فايولنس. يعني ان انا ارفض ان انا اعالج الست دي لاي سبب من الاسباب ده يعتبر فايولنس يبقى انا كده ما اديتهاش الرعايه الصحيه اللي هي المفروض تاخدها. او ان انا ادي الست دي رعايه صحيه مش ما اسمهاش رعايه صحيه احنا بنغلفها بطبعه الرعايه الصحيه بس هي مش رعايه صحيه في الحقيقه ده انا بستغلها مثلا عشان اخد منها فلوس زياده بستغلها وبديها رعايه هي في غنى عنها ده برده بيعتبر فايلنس. من الصور الثانيه برده الاوبستريك فايلنس ان انا اجبر الست على حاجه معينه هي رافضه ان هي تعملها اجبرها على سيزيريان سكشن وهي مش عايزه تعمل سيزيريان سكشن او ان انا ارفض او مستشفى او طبيب يرفض ان هو يعالج الست دي عشان هي معاش فلوس او الفلوس اللي معاها ما تكفيش الفيزيتا بتاعت الدكتور او الفلوس اللي بتدفعها مقدمه في المستشفى او whatever. الاهم من كل ده اللي خلى اصلا اي نوع من انواع الفايوليشنز او التعدي اللي بيحصل في الفتره دي يعتبر عنف ان في كتير قوي من الحالات بتتعرض للعنف ده نتيجه ديسكريميشن تفرقه. التفرقه دي بقى مبنيه على اختلاف العرق مبنيه على اختلاف الاخلاقيات مبنية على اختلاف طبقات المجتمع ان هي فقيرة غنية مبنية على العمر مبنية على ان الست دي عندها HIV الست دي مريضة بمرض معين معدي. كل الحاجات دي خلت الستريك بايلنس ما يبقاش بس كلمة violation ما يبقاش تعدي وانما عنف زيه زي بقية صور العنف الموجودة في الجي بي في. طيب زي ما احنا قلنا ان في الدبليو اتش او طلعت او اول ريكومنيشن للobstetric violence كان عام 2015 باي الدبليو اتش او من بعدها ذي اول يونايتد دبليو اتش او واليو ان وحتى مجموعات الدول والجوفرمنتس وورلد وايد ان هم يعملوا حاجه بنسميها دلوقتي اليونيفرسال رايتس اوف تشايلد بيرنج وومن يعني حقوق الست فتره الحمل والولاده. ايه اهميه الحقوق دي؟ عباره عن سبعه زي ما هم موجودين في السلايد هنا بيدسكس كل حاجه الست ممكن حقوقها في الفتره دي تكون محتاجاها او حقوق الست في الفتره دي عشان اقدر احدد ايه بالظبط اعتبره فايوليشن وايه ما اعتبروش فايوليشن عشان يبقى فيه دوكيمنت او يبقى فيه مصدر انا برجع له. لما ست مثلا تقول انا تعرضت لعنف فتره الحمل او تعرضت لعنف فتره الولاده يبقى انا عندي مصدر او مرجع برجع له ارجع اشوف هل اللي حصل للست دي كان بيخترق واحد من السبعه رايتس اللي هنتكلم عنهم دلوقتي ولا لا.
لو كان بيخترق واحد منهم يبقى ده كان تعدي، يبقى ستي تعرضت لستريك فايلنس من حقها ان هي تقدم بلاغ. السبعه دول بيقولوا ايه؟ اولهم هي every woman has the right to be free from harm and ill treatment. واكشلي دي مش حاجه خاصه بالمراه، ولا مش حاجه خاصه بالمراه فتره الولاده، ولا حاجه خاصه بالمراه كنوع، ولا هي دي حاجه خاصه بالبشريه كلها. يعني اي بني ادم في الحياه سواء كان طفل رجل انثى اي حاجه، every woman has the right to be free from harm، ليه الحق ان هو يعيش من غير تعدي ومن غير disrespectful treatment، محدش ابدا يتكلم معاه بطريقه وحشه، وما يتعرضش ابدا للاذى اي من اي نوع. ده مش حق ست في فتره الولاده، ده حق اي بشر، اي بشر في العالم. اثنين، every woman has the right to information, informed consent, refusal and respect for her choices and preferences. كل ست ليها الحق ان هي تعرف كل حاجه عن حالتها from A to Z. يعني انا وضعي خطر، وضعي مش خطر، البيبي كذا مش كذا، كل حاجه عن حالتها من حقها ان هي يكون عندها درايه بكل حاجه بتحصل معاها. اثنين، من حقها ان الدكتور يسالها قبل ما يعمل اي حاجه. reproductive system for a woman، التعامل معاه في شتى يعني شتى مناحي الطب صعب، فلازم لازم لازم لو كان الكونسنت مهم قوي في اي تريتمنت بتعمله، عشان تعمل انما، عشان تعمل حقنه شرجيه لحد عيان، عشان تدي حقنه، عشان تدي حقنه عضل لاي حد، لو كان الكونسنت في الحاجات دي مهم، فهو اضعاف 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 اهميته في اي حاجه ليها علاقه بالريبرودكتيف سيستم في الانثى. فهي ليها الحق تعرف كل حاجه عن حالتها، ليها الحق الدكتور يستأذنها قبل اي حاجه هتعملها، ليها الحق هيعملها، ليها الحق ان هي تختار وتحدد هي عايزه ايه وامتى وازاي. طيب ثلاثة، every woman has the right to privacy and confidentiality. كل أنثى ليها الحق في الخصوصية. زي ما احنا قلنا ان موضوع reproductive system في الفيميلز حساس، فلازم يكون في privacy ولازم يكون في confidentiality. والستوريز والكيس استدي هنتكلم عنهم بعد شوية هيوضحوا أكتر النقطة دي. every woman has the right to be treated with dignity and respect. وده برضو تاني، ده مش حق من حقوق المرأة فترة الولادة، انما ده حق من حقوق اي انسان ان هو يتم التعامل معاه في كل حاجه في حياته، في اي حاجه، في شغله، في بيته، في وظيفته، في المستشفى، في الجنينه، في السوبر ماركت. من حق اي حد ان هو يتم التعامل معاه بكرامه وباحترام. every woman has the right to equality, freedom from discrimination and equitable care. ودي اللي قلناها في الاخر، في اخر الاستاد اللي فاتت لو انتوا فاكرين، لما قلنا ان في ناس كتير بتتعرض او بيتم رفض علاجها، وممكن يعني الحاله تنتهي بالوفاه عشان هي مثلا سودة والدكتور ابيض هو رفض ان هو يعالجها. فطبعا every woman deserves to be treated with equality، العدل والمساواه بين البشر. ده حاجه برضو يعني حاجه فايرال، مش حاجه بس خاصه بالست في فتره الحمل والولاده. every woman has the right to health care and to highest attainable level of health. هي الحق في الرعاية الصحية الكاملة وعلى أعلى مستوى، وده مفروض بتوفره ليها الدولة. every woman has the right to liberty, autonomy, self-determination and freedom from coercion. يعني ان ما يتمش إكراه المرأة على أي حاجة هي مش عايزة تعملها أو رفضة ان هي تعملها، ليها الحرية وليها الحق ان هي ترفض أي حاجة هي مش حابة تعملها. طيب نحن دلوقتي في السلايد الأولانية اتكلمنا عن manifestations، يعني مظاهر obstetric violence، وجينا في الاستاد اللي بعدها اتكلمنا عن universal rights of childbearing women، او حقوق الست في فتره الحمل والولاده. طيب ليه انا اعتبرت المانيفيستيشنز الموجوده قدامكم دي violation؟ اكيد عشان هي بتمثل تعدي على واحد من الحقوق اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي، وده اللي هنعمله دلوقتي. rights vs violation. يعني هنقول كل واحد من المظاهر اللي احنا قلناها مظاهر obstetric violence، ونشوف هل هي فعلا بتمثل تعدي على واحد من الحقوق دي ولا لا. السبع مظاهر اللي قلناهم دلوقتي دول هما بيمثلوا السبع مظاهر الرئيسيين للعنف في فتره الحمل والولاده. فمثلا non consented care، يعني الدكتور يعمل لست vaginal examination. انا هحاول اشرحها على قد ما اقدر باكزامبلز. non consented care ان الست الدكتور يعمل لها vaginal examination عشان مثلا يشوف الليفل بتاع السيرفكس فتح ولا لا، يعني هي كده هتولد، يعني خلاص هي كده دخلت في الدليفري في الليبر ولا لسه، بدون داعي. ده نون كونسنتد، هي مش موافقه ورافضه، او هو كرر التست ده لاكثر من مره بشكل يسبب لها الالم. ده يعتبر فايوليشن. ليه؟
because هو بيبايوليت حاجة قلناها في rights, right to information, informed consent and refusal and respect for choices and preferences. احنا قلنا ان من حق كل ست ان هي تقرر وتختار, ومن حقها ان هي توافق او ترفض. طالما انا ما خدتش موافقتها يبقى انا عملت violation للright او الحق ده. اثنين, physical abuse, اي عنف جسدي ممكن تتعرض ليه المرأة طبعا يعتبر violation لحقها في كأي بني آدم في الدنيا ان هو يعيش سالم ومعافى من كل شيء, وما يتمش التعامل معاه الا يعني with disrespectful way او manner. طيب non-confidential care يعني في حالات هنتكلم عنها بعد شوية كمان وقصص هنحكيها بشكل الكلام ده بشكل مفصل اكتر من كده, ولكن ان مثلا في مستشفيات بتبقى فيها الهيلث كير سيرفيسز رديئه للغايه, فنتيجه لده ممكن مثلا ست تولد في عنبر في مثلا 20 30 ست. طب هو كده مفيش كونفيدنشاليتي, اللي معدي واللي رايح واللي جاي ايفن اهل الناس اللي قاعدين او المرضى اللي قاعدين حواليها شايفينها, رجاله وستات وكبار وممرضين وممرضات, كل واحد شايفها, كل الناس اللي معديه شايفها بتولد. ده يعني ده زيرو كونفيدنشاليتي, ده بيحصل للاسف في مصر ودول ثانيه بره بره كتير. فطبعا ده يعتبر فايليشن لحقها في الخصوصيه ريجاردنج كل حاجه بتحصل معاها في فتره او بالذات في الولاده. طيب اربعه, نون ديجنيفايد كير انكلودنج الفيربال ابيوز, التعامل معاها بشكل غير ادمي بشكل بيفايوليت كرامتها, وده بيحصل عاده كتير قوي وفي ناس كتير مش مستوعبه ان ده يعتبر سورت اوف فايلنس. لما مثلا ست بتكون بتولد طبيعي ويخش الدكتور بكل عنج هي وقله ادب ويقول لي انت لسه لحد دلوقتي ما ولدتيش, مش عارفه يعني احزائي خلصينا مش عارف ايه, ده يعتبر a source of violation, ده verbal abuse, ده انت كده you are treating this woman الوضع اللي هي فيه ده, you are treating her without dignity, zero dignity zero respect. خمسة, discrimination based on specific attributes, ودي قلناها اكتر من مره, ان انا ارفض اعالج الحاله عشان هي زي ما قلنا زي ما قلت الاكزامبل قبل كده هي مثلا سودا وانا بيضة, وده موضوع السود والبيض ده موجود في دول كتير ايفن دول اوروبيه لحد النهارده, والديسكريميشن ده بيحصل لحد النهارده. ممكن ست تتعرض عايزه تولد بس الدكتور رفض يعالجها او المستشفى رفض يستقبلها نتيجه لاي حاجه, فلوسها حالتها الماديه الريس وكذا. طبعا ده بيعتبر يعني violation مش بس واحدة من universal child bearing human rights وإنما كمان للhuman rights عامة كلها. abandonment or denial of care, ودي برضو قلناها لما قلت الexample بتاع الست اللي هي راحت المستشفى عايزة تولد بس المستشفى رفض ان هي تعالجها عشان هي معاش فلوس كفاية, او الدكتور رفض ان هو يدخلها العيادة ويعالجها عشان هي معاش الفلوس الكافية للعلاج, ده يعتبر denial of treatment. وطبعا ده بيviolate the right to health care, حق اي ست حامل او في فتره الولاده يعني وقت ما جيلها الطلق او تبدا عمليه الولاده عندها في الحصول على رعايه صحيه كامله سواء من الدكتور او من المستشفى او من الحكومه. Detention in facilities يعني ضعف امكانيات, ودي حاجه احنا كدكاتره مش في ايدينا, الست نفسها مش في ايديها حاجه زي كده, او دي حاجه صعب ان احنا نتحكم فيها, دي حاجه بقى ترجع للهاي اوثوريتيز في البلد يعني ترجع بقى للجوفرمنت وزاره الصحه ان هي توفر الاحتياجات الكافيه للستات على مستوى مثلا مصر اللي احنا بنتكلم عليه احنا على مستوى مصر اللي تضمن لكل ست ان هي تمر بولاده امنه. طبعا ده لو ما فيش فاسيلتيز كافيه يبقى انا حرمت الست من حقها في الحريه, حرمتها من حقها في بضطر عشان انا ما عنديش, بيضطر الدكتور عشان هو ما عندوش السبل الرعايه الصحيه المناسبه بيضطر ان هو يفورس هير او ان هو يتبع اسلوب الاكراه معاه ان هو ينفذ لها حاجه ضد رغبتها, ولكن هو ما عندوش حل تاني غير ده نتيجه ضعف الفاسيلتيز او السبل الموجوده في المستشفى. طيب اتمنى الجزء بتاع الجي بي في ان ريليشن تو ديستريك فايلنس واضح, بس عشان الصوره تبقى واضحه اكتر بكتير لو احنا رجعنا للفوكس ارياز بتاعه سكورا هنلاقي ان هم اربعه, اثنين منهم هم الماتيرنال هيلث والجي بي في. حلو, الاوبستريك فايلنس بقى بما انه جزء اوبستريك يعني خاص بفتره الحمل والولاده وجزء فايلنس, هل هو جي بي في ولا ماتيرنال هيلث؟ اكشلي لحد النهارده الاوبستريك فايلنس بيعتبر جزء من الفوكس اريا اللي هي ماتيرنال هيلث اند اكسس تو سيف ابورشن,
والسبب عشان انا عايزه اوضح النقطه دي عشان ناس كتير ممكن ما تفهمهاش، فاحاول ابسطها على قد ما اقدر، واللي مش هيفهم الموضوع ده يفتح الميوت ويقول لي هو مش فاهم ايه بالظبط. احنا دايما بنختار التوبكس الموجوده تحت كل فوكس اريا اكوردنج اللي هي المشكله فيها فين. بمعنى لو انا جيت للعنف الاسري مثلا الدومستيك فايلنس از بارت اوف الجي بي في مثلا كمثال بسيط، هلاقي ان انا لما بحاول احل مشكله الدومستيك فايلنس انا عايزه اقلل نسب العنف الاسري في مصر، ولكن انا لما باجي احل مشكله زي الدومستيك فايلنس الهدف مش ان انا اوقف العنف القائم فتره الحمل والولاده، لا انا الهدف ان انا اقلل عدد الوفيات الستات نتيجه للعنف القائم فتره الحمل والولاده. في اختلاف كبير قوي بين الاثنين. لو انا الهدف بتاعي ان انا اوقف العنف يبقى انا بتكلم على جي بي في، لكن لو انا الهدف بتاعي ان انا عايزه اقلل معدلات الوفيات على مستوى العالم نتيجه لواحده من الفايوليشنز اللي بنتكلم عنها دي يبقى انا بتكلم على ماتيرنال هيلث. عشان كده التوبيك ده يعتبر لحد النهارده اوبستريك فايلنس اند هيومنايزد بيرث جزء من ماتيرنال هيلث فوكس اريا، عشان الهدف منه المشكله وراه مش بتصب ابدا في الجي بي في، لا هي بتصب توتالي في ماتيرنال مورتاليتي ريشيو اللي هنتكلم عنه دلوقتي. طيب الماتيرنال مورتاليتي ريشيو يعني معدل وفيات السيدات فتره الحمل والولاده ما بعد الولاده ب 40 يوم على مستوى العالم وبناء احصائيات سنه 2000 حوالي 500,000 كل سنه. 80% من 500,000 دول بيكون due to obstetric causes يعني due to اسباب حصلت في فتره الولاده. يعني احنا الاوبستريك فايلنس ممكن يجي في فتره الحمل الولاده ما بعد الولاده ب 40 يوم. 80% من النص مليون دول بيحصلوا في فتره الولاده والست بتولد سواء طبيعي او سيزيريان سكشن. طيب 74% من 80% دول ار بريفنتبل كوزز يعني اسباب اقدر ان انا اتجنبها، اقدر ان انا اسيطر عليها. يعني مش مثلا ست ماتت عشان او توفت عشان هي عندها مشكله ما او اصلا كان والدها كانت صعبه او البيبي كان وضعه صعب، لا ده 74% من 80% دول are preventable causes يعني اسباب ممكن تجنبها. يعني احنا لو اشتغلنا على 74% دول واشتغلنا اونلاين والاويرنس كامبينز اللي احنا بنعملها all over the world السنين اللي جايه ممكن نقلل النسبه دي كتير قوي، وممكن نوصل مثلا بعد 50 سنه نلاقي 80% دي بقت مثلا 6% اللي هم السته الان preventable ان انا ما اقدرش اتجنبهم اطلاقا. طيب اخر احصائيات بقى على مستوى العالم اتعملت عام 2017 بتقول ان approximately 810 من الستات بيموتوا كل يوم due to preventable causes. يعني طبعا دي احدث احصائيه اتعملت على مستوى العالم ان عام 2017 810 من الستات بيموتوا يوميا في لاي في اي فتره من فترات بقى سواء الحمل او الولاده او ما بعد الولاده نتيجه اسباب يمكن تجنبها. طيب وانا كده اتكلمت عن العالم كله، هل مصر ليها نصيب من الماتيرنال مورتاليتي ريشيو ده؟ الحقيقه الماتيرنال مورتاليتي ريشيو نسبه كبيره منه او بورشن كبير من الماتيرنال مورتاليتي في ايجيبت بيأتريبيوت يعني سبب فيه حاجتين. واحد سب ستاندرد كير يعني سبل الرعايه الصحيه الموجوده عندنا في مصر مش بالكفاءه الكافيه. حد يا شباب فاتح المايك يقفل المايك بليز يا ضو. تمام نسبة كبيرة من الماتيرنال مورتاليتي ريشيو في مصر بيكون نتيجة زي ما قلت substandard كير يعني الرعاية الصحية اللي عندنا في مصر مش بالكفاءة الكافية، مش موفرة كل حاجة، مش موفرة كل حاجة ممكن يكون الدكتور أو المريضة محتاجاها. تاني حاجة هي lack of supplies necessary for management necessary for management of life-threatening pregnancy-related complications. ودي معناها نفس الفكرة substandard care و lack of supplies الاثنين بيعرفوا نفس الحتة، بس substandard care ان انا عندي سبل الرعاية ولكن مش هي دي اكفأ حاجة ممكن اعالج بيها المريض. يعني عندي سبل الرعاية في المستشفى بس لو جات لي حالة complicated مثلا بالبري إكرامسيا او حالة مثلا عندها مضاعفات خطيرة ما اقدرش اتعامل معاها، انا عندي السبل البدائية العادية، لكن لو جات لي حالة extraordinary ما اقدرش اعمل لها حاجة فبالتالي تؤدي للوفاة. لكن lack of supplies ان انا اصلا even السبل الرعايه اللي موجوده عندي دي اللي هي اصلا substandard يعني مش هي اكفأ حاجه على الاطلاق كمان
عندي فيها lack of supplies، يعني عندي كمان نقص في المعدات اللي محتاجينها في فترة بالذات في عمليات الولادة. طيب maternal mortality ratio في مصر بقى actually على مستوى كل المحافظات في مصر، أسيوط تمثل الأعلى في معدلات الوفيات فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة بأربعين يوم، وأسيوط هي الأعلى على الإطلاق بنسبة حوالي 81 سيدة في كل 100,000 سيدة ولدت ولادة طبيعية آمنة. يجي بعدها كايرو القاهرة 70 ست بتتعرض دي الوفاة أثناء فترة الحمل أو الولادة في مقابل 100,000 سيدة بتمر بولادة آمنة. نيو فالي الوادي الجديد، دول الأول اثنين اللي هم أسيوط وكايرو، دول أعلى محافظتين على مستوى مصر. نيو فالي الوادي الجديد وجنوب سيناء الاثنين دول يعتبروا أقل محافظتين على مستوى مصر. الوادي الجديد حوالي 16 حالة وفاة بمقارنة 100,000 حالة مرض ولادة آمنة، وجنوب سيناء تقريبا زيرو. طبعا لأن أصلا جنوب سيناء بتتضمن يعني شرم ودهب، ما فيش ناس بتحتوي في شرم ودهب. عايز أوضح حاجة برضو في الاستاتستكس دي أو في الإحصائيات دي مهمة قوي، إن أسيوط كونها تحتل المرتبة الأولى أو المركز الأول ده حاجة غريبة، ومعناها إن إحنا فعلا عندنا سب ستاندرد ولاك أوف سبلايز وفاسيلتيز في أسيوط، ده حقيقي. يعني مستشفيات أسيوط فعلا فيها مشكلة، ولكن لما نيجي للقاهرة لما قلنا في 70 بتعرضوا للوفاة في مقابل 100,000 واحدة مروا بولادة آمنة، القاهرة أصلاً على مستوى الجمهورية عندها the greatest population، فما جيش أقول إن النسبة دي في القاهرة عالية، لا هي عالية نسبياً، ولكن بالنسبة للpopulation الموجودة في القاهرة هي نسبة قليلة، ولكن بالنسبة لأسيوط باعتبارها مش هي the greatest population، مش هي المحافظة اللي عندها the greatest population، طبعاً دي نسبة عالية جداً. طيب maternal mortality ratio في مصر يعني معدلات الوفيات نتيجة أسباب مختلفة من ضمنها الأوبستريك فايلنس أو العنف فترة الحمل والولادة، حوالي 41% بتحصل بوست بارتم، يعني على عكس الإحصاءات العالمية إن وورلد وايد معظم الوفيات بتحصل أثناء الولادة والست ترو الطبيعي أو صناعي أو سيزيريان سكشن، بتعرض لي أو بتحصل الوفاة أثناء العملية، ولكن في مصر 40% أو 41% من الحالات أو من الوفيات بتكون postpartum، يعني بعد العملية مضاعفات ما بعد الولادة. average يعني total، أنا قلت طبعاً ما كلمتش عن المعدل الوفيات على مستوى مصر عامة، أنا اتكلمت على مستوى أسيوط القاهرة وجنوب سيناء والكلام ده، ولكن على مستوى مصر حسب إحصائيات اتعملت عام 2013 وactually دي آخر إحصائيات، اللي حابب إن هو يدخل يقرأ عنها أكتر حاجة اسمها demographic health survey، بس دي طويلة قوي ما انصحوش إن هو يعمل كده. آخر أحصائيات عملت عام 2013 بتقول إن حوالي 52% أو 52 ست بتتوفى أثناء الولادة أو الحمل في مقابل 100 كل 100,000 ولادة آمنة ست بتعيش بعدها عادي، تمام؟ يعني الأفريج بتاع مصر كلها هو 52 لكل 100,000 حالة ولادة طبيعية آمنة. جميل، النسبة دي مش هقدر أقول إن هي كبيرة نسبيا ولا هي قليلة نسبيا، وإنما احنا لو قدرنا ان احنا كونتريبيوت، بما ان يعني نقدر نقول ان 3/4 الحالات اللي بتتوفى او يعني بتتعرض ليه الوفاه نتيجه اي نوع من انواع الشتل اوبستريك فايلنس، ايفن حتى مشاكل طبيه، خطا طبي، هيموريدج، كان عندها دايابيتس، كان عندها هايبرتنشن، ايا كان السبب اللي ادى لوفاه الست دي، طالما هو بريفنتبل يعني يمكن تجنبه، يبقى ليه ما نشتغلش عليه ونوعي الناس ونخلي عندهم ثقافة مختلفة عشان نقدر نوفركم الأسباب اللي ما نقدرش نتجنبها، وبالتالي معدل وفيات السيدات في فترة الحمل والولادة هيقل، ده واحد. اتنين، احنا وفرنا لست الى جانب ان هي بتعرض لإكسبيرينس صعبة في فترة الحمل وفي فترة الولادة، خاصة لو كان عندها كومبليكيشنز او مضاعفات، احنا كمان بنوفر لها بيئة امنة من حيث الرعاية الصحية والهيلث كير بروفايدرز اللي بيساعدوها أثناء العمل. طيب دلوقتي هنتكلم بقى عن قصص، هنحكي قصص هتشرح لنا أكتر الحاجات الكتير اللي احنا قلناها دي أو كلام كتير إن أنا تشيده فجأة ده. هحكيكم قصص من دول كتير مختلفة زي ما قلت، من أفريكا لأمريكاز لإشي باسيفيك، هننزل لـ EMR وغيره كتير.
قبل بس ما ننقل على القصص ممكن نعمل unmute، واللي عنده أي سؤال في الجزء اللي أنا قلته اللي فات اسأله. حد عنده أي سؤال يا شباب في الجزء اللي أنا قلته قبل كده؟ قدر العظمة ما فيش أسئلة يا روان. ربنا يخليك يا مريم، والله أنت رافعة الطرحة مظبوطة عشان أنا مش شايفاني. لا لا أمر أمر، ربنا يخليك يا رب. حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ يعني سكوت عن الرضا، فـ I will take it as a yes. طيب who do what؟ نحكي بقى القصص دي. أنا مش هقرأ الكلام، يعني أنا هقرأ بس جزء معين من الكلام لكن باب الإنجليزي ده، وبعد كده هحكيكم القصة بريفلي من البلاد المختلفة دي عشان تعرفوا دي حاجة أو ده اللي بيحصل ده موجود على مستوى العالم، مش بس في مصر أو في أفريقيا أو كده. أول بلد هي المكسيك. المكسيك الحقيقة كانت من البلاد اللي قدرت إن هي تحط بصمة إيجابية في الموضوع ده، لأن هي حصل فيها كتير من violations فترة الحمل والولادة، ولكن هي قدرت إن هي ترسبوند للحاجات دي إيجابية وتحط بند في القانون بيقول إن أي حد هيتعرض أو أي ستة هتتعرض لأي عنف من الحاجات اللي إحنا قلنا عليها قبل كده دي يعتبر violation، يعتبر عنف زيه زي بقية أنواع العنف اللي بنتكلم عنها زي العنف الأسري، ويتم التعامل معاه ومعاقبته بنفس الطريقة. في مكسيكو بين 2009 و2012 National Human Rights Commission، منظمة حقوق الإنسان في المكسيك، استقبلت 122 complaint related to obstetric violence. بناء عليه they started their research وبدأوا ان هم يشوفوا هل ده فعلا موجود ومنتشر في 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 المكسيك ولا لا، وهل دي حاجه تستدعي قضيه تستدعي الجهود من الحكومه والمحافظات محافظات المكسيك يعني المدن. طيب طبعا accordingly تم the initiation of general law of women's right to a life free from violence ايا كان نوع الفايلنس ده، يعني تم اضافه بند عنف اثناء الحمل والولاده لباقي انواع العنف اللي ممكن تتعرض ليها المراه ويتم المعاقبه عليه. في كينيا، والحقيقه قصص افريقيا هي الاصعب على الاطلاق، the nutritious case of a woman being beaten by the nursing staff and forced to give birth on the concrete floor at the Bungoma District Hospital in Kenya. طيب ست دخلت عشان تولد في المستشفى ما في كينيا، مكتوب هنا البنجوما ديستريكت هوسبيتال ان كينيا، والمواد بدأت تتعامل معاها بعنف شديد، بدأت تضربها and she forced her عشان مفيش سراير في المستشفى، فانت شو القصة كما ده اختصار القصة يعني مفيش سراير كافية في المستشفى، فشي forced her ان هي تولد on the concrete floor على أرض المستشفى. فست طبعا اعترضت، فحصل زي هوشة أو خناقة بين الممرضة وستاف التمريض والمريضة صف التمريض والمريضة نجم عليه طبعا نجم عنه طبعا ان الست دي ولدت زي ما احنا قلنا على ارض المستشفى. في مشكله؟ طيب يا شباب لو حصل اي تكنيكال بروبلمز احنا نبعت لكم على الجروبس، هنبعت لكم على الايميل تاني لو الميتنج فصل اي سبب من الاسباب، هنبعت لكم اللينك تاني على الايميل وعلى الجروبس عشان تجوين تاني. تمام؟ طيب ده بس كده سايد نوت كده من الاو سي بتاع الويبينار. طيب دي كانت القصه اللي حصلت في كينيا، ولكن على عكس الرد الايجابي اللي المكسيكو عملته، كينيا ما كانش ليها اي رد فعل تجاه الموضوع. و there is different sorts of violation regarding فترة الحمل والولاده في افريقيا مش بس في كينيا لحد النهارده. طيب South Africa